أهلا بكم مشاهدينا الكرام، حلقة جديدة من رحمة العالمين تأتيكم عبر قناة المغاربية في لندن. السلام عليكم. لقد أدى الإعلام منذ فجر انطلاقته الأولى دورا مهما في تحرير الإنسان، وهو ما لاحظه الكاتب البريطاني ويلز في كتابه معالم تاريخ الإنسانية حين قال إن الورقة حرر عقل الإنسان. لقد أطلق الكثيرون على الإعلام السلطة الرابعة، ويفسر ذلك المفكر مالك بن نبي بقوله إنها فعلا سلطة، ذلك أن الصحيفة تحول الرأي العام في هذا الاتجاه أو ذاك وتصبح أداة سلطة ذات أهمية كبرى. فالحرب الحقيقية إذن التي تحياها الأمم في هذا العصر للمعلومات إنما هي حرب إعلام وحرب معلومات، ومن يملك المعلومة يملك القرار الصائب والنظرة المستقبلية. فهل أدرك الجميع سلاح الإعلام والحاجة إليه في التغيير والتعبئة والتوعية والإدراك؟ وما هو موقف الإسلام من حرية الإعلام؟ وما الضوابط التي يجب أن يلتزم بها الإعلاميون وهم يمارسون أهم وأخطر وظيفة في المجتمع الحديث؟ وهل تحد ضوابط الإسلام وقواعده الأخلاقية من المنافسة الإعلامية؟ وما خطورة الانفلات الإعلامي على مجتمعاتنا العربية؟ وما موقف الإسلام من نشر الشائعات والأكاذيب تحت حرية الإعلام؟ هذه الأسئلة وغيرها سيحاول ضيوفنا الإجابة عنها في سياق حلقة اليوم. البداية مع الأستاذ كمال بن يونس الإعلامي التونسي. مرحبا بك أستاذ كمال، وشكرا جزيلا للالتحاق بنا في هذه الفقرة الأولى معك. أستاذ كمال، نود أن نتوقف عند تقييمك أنت من خلال الملاحظات والمتابعة على مدى يعني سنوات الآن من عملك في هذا المجال، بخصوص الإعلام وهذا الدور الذي يلعبه في تشكيل الوعي، في تشكيل الرأي العام. هل يقوم بتقديرك فعلا بواجبه، وبالتالي وانطلاقا كذلك من ثوابته وهويته إذا تحدثنا عن الإعلام العربي والإعلام الإسلامي بصفة عامة، أم أن هناك صراعا بين من يريد الانسلاخ تماما عن هذه الهوية والسباحة خارجها تحت ستار الحرية الإعلامية وغيرها، أم أن هناك فعلا ما زال هناك تشبث ومحاولة إلى الالتزام بهذه الضوابط الهوية إن صحت العبارة والثقافية لدولنا العربية والإسلامية؟ الإعلام في فترة من فترات كان يصفه البعض بأنه السلطة الرابعة، هناك منذ التسعينات وخاصة منذ ثورة اليوتيوب في 2005، من يعتبر أن الإعلام دوره أصبح دور السلطة الأولى منذ ثورة الإنترنت التي بدأت لخدمة شبكة عالمية للمعلومات في خدمة البنتاغون والمؤسسات العسكرية الدولية، تطورت إلى أكبر وسيلة لتأثير ولتوجيه صناع القرار والرأي العام والناخبين. هناك من يعتبر أن الإعلام أصبح هو السلطة الأولى. لمقارنة بسيطة، في حرب الخليج الأولى والثانية، في حرب الخليج بين العراق وإيران، وخاصة في حرب الخليج في 91 سمي بحرب تحرير الكويت، احتكرت CNN ومؤسسات تابعة وقريبة من البنتاغون ومن حلفائها القوات المسلحة في الحلف الأطلسي، احتكرت المعلومة ووجهت الرأي العام العالمي. بينما في حرب أفغانستان 2001 وخاصة في حرب العراق 2003 تعددت وسائل الإعلام والفضائيات ودخلت شبكات الإنترنت على الخط، وبعد 2005 طبعا اليوتيوب لعب دورا كبيرا، ومثل ما لاحظنا دوره في ما سمي بالثورات العربية. في قضايا الهوية والفكر طبعا هناك استثمار وهناك رهانات. في العالم الأنجلو ساكسوني هناك حوار وحوار بين الرأي والرأي الآخر. في بلدان المستعمر السابقة والبلدان النامية
هناك مواقف مختلفة. بعض البلدان الأنجلوساكسونية كان فيها هامش كبير من الحرية، ما عدا مصر بعد الانقلابات، سلسلة الانقلابات العسكرية وهيمنة الخيار السياسي الأمني على مصر. في البلدان الفرنكوفونية في مرحلة من المراحل احتكر الإعلام من طرف القوى المعادية للهوية العربية الإسلامية، لكن إجمالا منذ حوالي 10 أعوام أو 20 عام ممكن أن نعتقد أن نسجل أن معركة الهوية شبه حسمت إلى حد كبير مع حركة العداء أو الخلط بين الصراع مع طرف سياسي له ميولات إسلامية والهوية العربية الإسلامية، حسم باعتبار وقع المصالحة بين الحكام الذين كانوا في قطيعة مع المرجعات الإسلامية مثل أحزاب البعث في سوريا والعراق والأحزاب القومية والنصيرية، وكذلك في بورقيبة في الجزء الأخير من عهده لما استنجد بمحمد المزاري وعينه رئيسا للحكومة، ومحمد المزاري كان متصالحا مع الهوية العربية الإسلامية، وتواصل نفس الشيء بعد ذلك بن علي رغم قمعه للإسلاميين في التسعينات، لكن شعاره الأول لما وصل للحكم في 87 وتابعه حتى خروجه من الحكم هو المصالحة مع الهوية العربية الإسلامية. في البداية ركز على خطاب الهوية العربية الإسلامية في انتخابات 89 و94 بما في ذلك في خلال معركته مع حركة النهضة، وفي سنواته الأخيرة ساهم في تأسيس إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم وعين على رأسها سهرة الأصغر سهر الماطري الذي كان مرشحا لأن يكون رئيس الجمهورية، وسمح بالانفتاح فيها على شخصيات إسلامية معتدلة ومفكرين كبار من حجم الدكتور كمال عمران وبعض رموز الزيتون المعتدلين مثل الشيخ محمد مشفر. الصراع متواصل، الخلط متواصل، وفي نفس الوقت بعض الأطراف لم تسمح، وأختم بهذه الفكرة، لم تسمح لا في مصر ولا في العالم في المشرق العربي ولا في العالم العربي بحوار فكري حداثي، وأن يكون الإسلام الجديد في مستوى رسالة الاجتهاد والتجديد التي بدأها بعض رموز الزيتونة والأزهر في القرنين الماضيين أو في القرون الثلاثة الماضية، وكذلك قبل في النصف الأول من القرن الحالي، وكان بينهم إمام جامع الأزهر الكبير الشيخ محمود شلتوت وآخرون فيما بعد في آخر الستينات والسبعينات لما تأسست مجلة المسلم المعاصر وطرحت قضية الاجتهاد والتجديد والانفتاح وناقشت حتى إشكالية هل الإسلام يمين فقط أو يمين ويسار، هل الإسلام مجرد فقه حيض ونفاس أو هو مشروع مجتمع أو يؤثر في مشروع المجتمع. هذه القضايا وغيرها اختلطت فيها الأوراق فيما بعد، لأن المؤسسات المحافظة في الأنظمة، لا ننسى أن باكستان والهند كانت منبع التجديد في الفكر الإسلامي في القرن الماضي، وفي المشرق كذلك في مصر كانت منبع التجديد، فدفعت التيارات الإسلامية عبر القمع، عبر التهميش، عبر التشويه الإعلامي، عبر الشيطنة، عبر الكذب نحو أخطاء ونحو الانخراط في مشاريع السلفية. فيما بعد تبنت الأنظمة القمعية والرجعية والعميلة للاستعمار موقع لعب دور التحديث، وأنها هي تمثل التيار الليبرالي بينما البقية هم إسلاميون، مثل ما لاحظنا هذا في الكويت وفي البلدان التي كانت فيها برلمانات أصبحت فيها المعركة بين حداثيين وليبراليين أو بين إسلاميين وليبراليين. فالإعلام يلعب دورا مركزيا وهو سلاح دمار شامل بدون سلاح الإلكتروني يمكن أن يكون سلاحا ذا حدين في اتجاه البناء، مثل ما يكون في اتجاه الهدم. طيب أستاذ كمال، اليوم يعني هل ترى فعلا أن هناك مزيد من اتجاه نحو اللعب دور وعي أو تركيز وعي أو تشكيل وعي لا يتخاصم مع الهوية العربية الإسلامية، وعي يبني الأخلاق على سبيل المثال من أجل المحافظة على المجتمعات، المجتمعات بدون أخلاق لا تسوي شيئا، الدعوة إلى العودة للأخلاق ليست فقط دعوة إسلامية، حتى مجتمعات الغرب وفي أمريكا بصفة عامة
هناك دعوة إلى العودة للأخلاق مع سقوط هذه الشعارات الكبرى من ليبرالية وحتى ديمقراطية وأشياء كثيرة جربها الكون، لكن بعد عقود يبدو بدأ عليها كثير من الخلل. فدعوات العودة إلى الأخلاق وإلى الضوابط ليست مقتصرة على العالم العربي وعلى الإسلامي. اليوم إعلامنا العربي هل يلعب هذا الدور، دور العودة إلى الأصول، دور العودة إلى الأخلاق، التشبث بها، تربية الناس عليها، أم أنه فقط يدور في فلك صاحب المال أو صاحب السلطة بدون النظر إلى الأساسيات، أساسيات بناء المجتمعات، خاصة مع اتساع ظاهرة العنف والجريمة في دول عربية كثيرة؟ هناك من يلقي باللوم على أهم وسيلة وهو الإعلام، الذي يمكنه إن كان واعيا أن يحول دون وقوع كثير من الجرائم ورفع الوعي بها. كيف تنظر إليه اليوم، وما هو المستقبل القريب لوسائل الإعلام العربي والإسلامية؟ أولا لابد من تجديد الخطاب الديني، وهل يمكن تجديد الخطاب الديني؟ وهذه إشكالية تناقش منذ ثلاث قرون. أعتقد أنه ممكن. هل يمكن تجديد الإعلام الديني أو الإعلام القيمي والإعلام الثقافي؟ ممكن طبعا. هل يمكن تجديد الفكر الإسلامي؟ ممكن طبعا. لكن هناك صراع بين قوى لديها مصلحة في هذا التجديد، في القطع مع مرحلة مثلا ما عاشته تونس في مرحلة من المراحل في الستينات، لما كان هناك إجبار للعسكريين وللطلاب وللشباب وللتلاميذ في مبيتات المعاهد على الإفطار في رمضان، وبين مرحلة وبين أفكار دافع عنها المرحوم محمد نزالي مؤسس مجلة الفكر التونسية وتيار كامل من المثقفين التونسيين منذ أواخر الستينات، ثم عادوا للدفاع عنها في السبعينات وفي مطلع الثمانينات لما أصبح محمد نزالي له دور مهم في قطاع التربية والتعليم ووزير التربية ثم رئيس الحكومة كمدرسة يعني. وداخل الحزب الحاكم نفس الشيء يعني، وجد الشيخ الحبيب المستوي مجلة جوهر الإسلام كانت فكر إسلامي مستنير ودعوة للقيام، في المقابل كان هناك استئصاليون. هذا الصراع بين الاستئصاليين ودعاة التوافق ظاهرة قديمة جديدة، وطبعا تدخلت فيها أوراق إقليمية ودولية، ومثل ما ذكرت هناك مؤسسات وأجندات دعمت الفهم الخاطئ أو المتطرف والفهم السلفي الذي يختزل الإسلام في الشكل وفي الحية الطويلة واستبدال الملابس الحديثة أو الغربية بملابس تعود إلى القرون الماضية. ولاحظنا كيف دفعت أفغانستان من ثورة رائدة ضد الاحتلال الأجنبي إلى موطن للاقتتال بينما سمي بالمجاهدين، وانتشرت فيما بعد العدوى بدعم من أجهزة أخرى في إلى باكستان والهند والعراق وسوريا وليبيا. معناها والأنظمة العربية الاستبدادية كانت خسرت معركتها، ربحت معركتها الأمنية مع معارضيها العلمانيين والليبراليين والإسلاميين، لكنها خسرت ثقافيا، فساد الفهم المحافظ والسلفي المتطرف ولا عقلاني للإسلام. الآن هناك أجندات مثل ما ذكرتم في بريطانيا، في أوروبا، في العالم أجمع، في الهند، في أمريكا، هناك دعوة متزايدة إلى إعطاء بعد أكبر للبعد القيمي، للبعد الروحي. هذه أنا أذكر الكتابات التي ألفها المفكر الفرنسي الكبير روجيه غاردوي، الذي كان قياديا في الحزب الشيوعي وكان من منظري اليسار الشيوعي الفرنسي، ولكنه ألف كتب قبل أن يعتنق الإسلام، كتب تحدث فيها حول نموذج فرنسي للاشتراكية. في كتبه كلها تحدث عن لا فيناليتي دو لا في، على الغائية، الهدف من الحياة، انتقد الفلسفة المادية الرأسمالية والليبرالية والماركسية، قال إذا ليس هناك فيناليتي دو لا في، ليس هناك هدف، ليس هناك معنى للحياة. وفيما بعد تطورت كتاباته نحو أنه تبنى مفهوم الإسلام، هذا المفهوم للإسلام الحداثي العقلاني الاجتماعي الذي يمزج بين التحرر الوطني والتحرر الاجتماعي والتحرر الفكري مهم جدا. كذلك نشر الثقافة التاريخية والعلمية
كثير من المسلمين لا يعلمون أنه طوال 14 قرنا من التاريخ الإسلامي، رغم فترات الانحطاط والتأخر، هناك قرون من العقلانية. وجد ابن رشد والإمام الشاطبي، ووجد في القرن الأول أو أكثر من قرن في الدولة العباسية دولة إمبراطورية حكمها الفلاسفة، حكمها رموز المعتزلة ورموز الفلسفة العالمية الذين فهموا الفلسفة العالمية وأقلموها وأصبحت فلسفة إسلامية بعد أن أثروها وطعموها بالفلسفة الصينية والهندية والإيرانية والفارسية، مثل ما توضح ذلك كتابات مفكرين كبار مثل هشام زايد. الآن نحن في العصر الحديث، الشباب لابد أن يفهم التاريخ، لابد له من حد أدنى من تاريخ الأفكار، تاريخ الأديان، تاريخ الثقافات، كيف تفسر له، كيف يوظف الإعلام ليس فقط للترويج للاستهلاك وللبضاعة، أن المرأة بضاعة والإنسان بضاعة، ولكن للفكر ولضمان حد أدنى من التوازن. وفي الجامعات البريطانية، أنا زرت الجامعات الأمريكية والبريطانية، فيها هناك مؤسسات كبيرة، اهتمام كبير بهذا البعض، خاصة في جامعات مثل ليستر وأكسفورد ومراكز إسلامية بمشاركة مفكرين مسلمين هنود وباكستانيين حدثيين وشباب يمكن أن يقدموا فعلا مع طبعا المدرسة الإسبانية الأندلسية والبرتغالية التي انفتحت مجددا على تراثها المتعدد الأبعاد بما في ذلك التراث العربي الإسلامي، ممكن أن يوظف هذا عبر الثقافة، عبر الأفلام، عبر الإعلام، عبر الميديا والسوشيال ميديا، لنشر قيم جديدة وفكر قيمي تقترن فيه العقلانية بالروحانيات وخدمة مصلحة الشعوب، لأن المقصد الأول للتشريع الإسلامي ولكل التشريعات في العالم وخدمة الإنسان وجلب المصلحة ودرء المفسدة. شكرا جزيلا لك الأستاذ كمال بن يونس، الكاتب والإعلامي والمؤرخ، كنت معي من تونس، شكرا جزيلا لهذه المشاركة والإفادة. مشاركين، فاصل ثم نواصل. نعود مشاهدينا الكرام إذن في الجزء الثاني، ونرحب بالأستاذ الشيخ أحمد الزاوي الباحث في الفكر الإسلامي معي من الجزائر عبر سكايب. مرحبا بك أستاذ أحمد، وشكرا جزيلا للالتحاق وقبول المشاركة. حديثنا حول هذه الوسيلة الخطرة التي إن استعملت بشكل خاطئ ستجلب مصائب لا تعالج إلا بمرور الزمن، وإن استعملت بشكل سليم فإنها ستؤتي أكلها وستساهم في تماسك المجتمعات ورفع الوعي، بل تشكيل الوعي الحقيقي بالحاضر وبالمستقبل. طبعا حديثنا عن الإعلام، دور الإعلام بصفة عامة بمختلف وسائله وأشكاله. بداية من حيث النظرة الإسلامية للإعلام، أكيد ليس هناك شيء مسموح به في الإسلام على إطلاقه، كل شيء عنده ضوابط، حتى الطاعات والعبادات والشعائر عندها ضوابط لابد أن حتى ينضبط الكون كله والإنسان محوره. حديثنا لما نتحدث عن وسائل الإعلام وعن الإعلام بصفة عامة، ما هي أهم الضوابط التي جعلها الإسلام والتي يجب على من يمارس هذا الدور أن يلتزم بها، لأن فيها فعلا مصلحة الدنيا والآخرة؟ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحن أسعد بلقائكم وبلقاء جمهور المغاربية. بادئ ذي بدء أود أن أقول أن الإعلام يعتبر ظاهرة خطيرة، ظاهرة فنية ظهرت مع تمدن الإنسان، حيث استطاع الإنسان أن يرقي تواصله مع الآخر. ففي الإعلام هناك رسالة وهناك ملقي لهذه الرسالة وهناك مستقبل وهو الجمهور. وازدادت خطورة هذا الإعلام لكونه يعني يشكل سلوك الإنسان، وليس فقط هو عاكس لسلوكيات الإنسان أو لاهتماماته أو القضايا التي يعيشها، القضايا الحياتية.
بحيث الإعلام تطور وأصبح سلطة رابعة، إن لم أقول سلطة أولى، التي هي تشكل سلوك الإنسان. الإسلام الذي جاء برسالة خالدة مهيمنة على كل الرسائل السابقة التي هي رسالة محمد صلى الله عليه وسلم إلى البشرية، ذكرت الدلائل والأصول التي يمكن لصاحب الخبر وصاحب الرسالة أن يكون حاملا لها، وهي الموضوعية والصدق وتحري الحقائق وعدم إشغال الناس بالتوافه كما يقع اليوم. فنحن نجد في القرآن الكريم كثيرا من الآيات التي تتكلم عن كيفية إلقاء الخبر وإعلانه للناس وضوابطه، ومنه قوله تعالى: ولو جاء أمر من الأمن أو الخوف لأذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول لعلمه ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فإذا رد الأمر إلى أهله هذا يعتبر من القضايا المهمة، لأن الذي يلقي الرسالة الملقي لابد أن يكون عارفا بدلالات الألفاظ، أن يكون عارفا بالسياقات، هل يمكن هذا الخبر أن ينتشر أو لا ينتشر، سيحدث فتنة كما رأينا في هذه الآية. كذلك القرآن يدعونا إلى التثبت كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. آية أخرى قرآنية في قوله تعالى في قصة سليمان مع الهدهد، عندما قال: وجئتك من سبأ بنبأ، تلك الوحي الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم والذي قال الله سبحانه عز وجل: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إذن هذه هي رسالة الإعلام، هي أنها رسالة ينبغي أن تتوخى الأمانة، ينبغي أن تتوخى الصدق، ينبغي أن تتوخى أن تتحرى، أن تكون موضوعية، أن تكون دقيقة في تفاصيلها وفي قصصها، لأن الإعلام هو تنوير الإنسان وتثقيفه سواء برسالة الإسلام أو بغيرها من القضايا. فإذا الإعلام الإسلامي له رؤية للأحداث والقضايا يفسرها وفق الفلسفة الإسلامية للحياة، وفق فلسفة الإسلام للحياة، فهو يجاهد الظلم ويحارب الظلمة. الإعلام الإسلامي هو الذي يحقق العدل للناس، وهو الذي يعطي الحق لكل إنسان. يعني اليوم احنا نشوف رغم أن الإعلام الغربي نرى أن بعضه موضوعي، لكن الإعلام الغربي إعلام متحيز، إعلام يختصر الصورة ويختزل الخبر ويؤديه كما يشاء. يعني عندما الناس يظنون أن الغرب، أن إعلام حتى الإعلام الغربي هو مرتبط بالآلة الصناعية، هو مرتبط بأصحاب القوة، ولقد رأيناه في حرب العراق، ولقد رأيناه في بعد 2002، يعني بعد أحداث سبتمبر. هذا أحد هذا أحد الباحثين اللبنانيين ممن لديهم جنسية أمريكية يسمى جاك شاهين، وبالمناسبة أنا كنت قد عرضت بحثا في جامعة أوكلاند الآي تي، جامعة تكنولوجيا، كان موضوع The Perception of Western Media Toward Muslims، يعني نظرة الإعلام الغربي للمسلم أو للإسلامي، وكان قد حضره جمع كبير باعتبار أنها كانت لي قضية، فأرادوا التعرف على كيف أفكر ونظرة، وكانت مع طلبة الإعلام، وكنت قد ذكرت هذه القصة، وهو أن هذا جاك شاهين لبناني أمريكي كتب بحثا، وضع دراسة لتسعميات فيلم أمريكي أصدرته هوليود وتتكلم فيه عن المسلمين. قال: كل الأفلام السلبية ما عدا 12 فيلم كلها تصور المسلم على أنه إنسان مهووس بالجنس، مهووس بالمال، على أن يعيش في خيم، ويصورونه على أنه يعيش في غابات النخيل. فكلها يعني
يعني كاين هذاك ستيروتايب اللي عند كل الشعوب. فبلاد المركز التي تسيطر اليوم على الإعلام وعلى المادة الإعلامية التي يأتينا أغلبها من رويتر وغيرها من الوكالات التي تتصرف في الخبر، هذه كلها يعني لديها ناس متخصصين في قراءة الخبر وفي اختصاره واختزاله وتحييد الخبر الذي لا يريدون نشره. مثلا أعطيك مثال، المسلم اليوم متهم بالإرهاب، اليوم مسلم متهم بالإرهاب يعني بوتنسيال تيروريست، يعني زي ما يقولوا يعني هو إرهابي أي وقت يمكن أن ينفجر. لكن أحداث وقعت في عالم الغرب، مثلا أحكي لك على الجزائر الذي أنقذ شيراك، أنقذ شيراك في أظن في عام 2005 أو، لكن ولا تلفزيون ولا قناة غربية تواصلت معه، يعني كاد واحد من اليمين الفرنسي أن يقتله، ومع ذلك استقبله شيراك والتقى معه، كان هذا رجل أستاذ جامعي. فمثل هذه الصور يحيدونها ولا يذكرونها، لأنها لماذا؟ لأنها ستجير صورة المسلمين في العالم الغربي. فإذا هناك تحيز، هناك بايس، يعني سواء في الإعلام العربي الذي يعزف عنه العرب، وهناك دراسات كثيرة. نعم طيب، لكن شيخ أحمد أنا نعم. أود منك الحديث عن، في حديث للرسول صلى الله عليه وسلم متعلق بالكلمة، إن الرجل لا يقول الكلمة لا يلقي لها بالا، رجل تكتم بكلمتي، أي وهي الحديث الأصل أن يكون شعار لكل إعلامي، لكل وسيلة إعلامية، أن يكون موجود عند مدخل أي مقر لأي وسيلة إعلامية. ما قيمة فعلا امتثال هذا الحديث وتمثل هذا الحديث يوميا ونحن نؤدي هذا الدور؟ نعم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم المخرج الصحيح يقول إن الرجل يتكلم بالكلمة وهي من سخط الله فتهوي به في قعر جهنم، وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يعبأ لها، إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يعبأ لها وهي من سخط الله تهوي به في قعر جهنم، وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة هي من رضا الله لا يعبأ لها فتدخله الجنة، أو كلمة مثل هذه قالها النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا الحديث، يعني المشكلة اليوم هو أن نظام التفاهة، كما قال ألان دونون، هذا كندي، فيلسوف كندي عنده كتاب وراه موجود في الجزائر مطبوع هنا ويباع، يعني قال أن نهاية التافه الذي يسيطر على عقول الناس أو الذي يتحكم عليهم، يتحكم فيهم أو وجه سلوكاتهم، أن يأتي بتافه آخر، وهو قد بدأ بالنظام التعليمي وانتهى بالنظام التعليمي. يعني هذا نظام التفاهة يعني أصبح حقيقة مع الثورة الصناعية، وهو يعني قال بأنه ابتدأ من التسعينيات، يعني مع النيو ليبراليزم، هذا الليبرالية الجديدة التي لا يعلو فيها صوت فوق صوتي الصناعة، يعني الصناعة هي الأصبحت والاستهلاك هو الذي يوجه سلوكاتنا. يعني أنت كيف بالله عليك، كيف يعني لو أتينا إلى فقط حتى بعض الإسلاميين أو بعض الحركات الإسلامية أو بعض رجال الدعوة يساهمون في هذه التفاهة، في نظام التفاهة، يعني هؤلاء الدعاة الجدد الذين أتوا بهم، يعني من عمر خالد إلى فلان إلى فلان، وقد ملأوا الدنيا، يعني يجيبوهم ويجيبوه المؤثرات البصرية ويأتون بالدعاية الغربية والدعاية الصناعية في حصصهم، وكأنهم حابين يعني يروضوا الإسلام الحركي، يعني من بعد ما بدأ يعني الغرب بدأ يحس بخطر الإسلام الحركي، يعني بدأ ترويض الحركات الإسلامية وإبعاد الإسلاميين عن المساجد وإبعادهم عن الدعوة إلى الله سبحانه عز وجل وإدخالهم في الصف. يعني اليوم نلقوا واحد مفتي يجيبوه يستهزأ ويضحك ويمزح، كيف تكون صورة المفتي في مخيل يعني هناك يعني طرق ماكرة وخادعة لتقزيم الخطاب الإسلامي، لدفع الخطاب الإسلامي إلى الخروج من الساحة. فإذا هذا الذي لا ينتصر إلى الحق وينتصر إلى الباطل، هذا الكلمة التي يقولها أو الاختيار الذي يختاره، يعني هناك صور كثيرة،
يعني الشاب الذي وقعت له تلك القصة في هذه الأيام في الجزائر، يعني شوف الإعلام كيف جابه ولعب به لعب، لأنه ما عندوش خبرة في التعامل مع الإعلام وقزمه، ويعني وعطاله صورة كاريكاتورية. فإذا إلى متى هؤلاء الإعلاميين يعملون من أجل ماذا؟ من أجل أصحاب السلطة، ومن أجل الصناعيين، ومن أصحاب الأموال الذي ومقصودهم كله هو الاستهلاك. هناك كتاب ألفه أحد السويسريين، أظن نسيت الاسم نتاعه، يعني باتريكيا زوجته مصرية وأظنه قد أسلم، سماه إسلام السوق، ماركتينج إسلام، يتكلم عن ظاهرة الدعاة الجدد، ويقول بأنها يعني الإسلام اليوم، الإسلام الحركي، يعني اندمج في الليبرالية الجديدة، يعني أصبح يعني مثل ما أن البروتستانتية أعطت دفعا روحيا للرأسمالية كما يقول ماكس فيبر، وأصبح كذلك الدعاة الجدد يقلدون البروتستانت، وانتم شفتوهم يعني في حفلات ومواقع كيف يأتي وتأتي الدعاية إلى غير ذلك. فإذا نحن مطالبون بأن يكون لنا إعلام له خصائصه، وظائفه، أهدافه التي تتوخى الحقيقة والصدق، وتعمل على تنوير الناس وتثقيفهم بحقائق الحياة وحقائق الإسلام، وليس دفعهم إلى التوافه. يعني اليوم الإعلام يصنع توافه، يجيب لنا ممثل غابر أو يأتي بمغنية لا ما تسوى شيء، ويجعل منها صنم يصير الناس يعبدوه. أنتم رأيتم تلك البنت التي أتت من السويد، كيف استقبلها الجزائريون؟ يعني الآن صناع المحتوى يتحكمون في الساعة، يعني يسيطرون على سلوكات الناس. فإذا أين هو النظام التعليمي؟ أين هي الدولة؟ كيف للدولة أن تخادع الشعب ولا تنوره بالحقائق؟ كيف للسياسي أن يكذب على 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 شعبه؟ بل مرات نلقاه أن السياسي يكذب على المباشر، يعني عزف الشباب، عزف الناس عن التلفزيون، عن حوارات السياسيين. أنا لا أسمع التلفزيون الجزائري، يعني أصبحت الناس تتبع التوافه من الأخبار التافهة، فلان سقط، فلان طلع، هذه معزة جميلة، هذه بقرة جميلة، هذه أغلى شيء، وهكذا دواليك. فإذا الإعلام لابد أن يضبط، لأن الإعلام لابد أن يعكس واقع الناس وحوائج الناس. نعم، لكن هل ترى أن كل هذه السياسة الإعلامية هي سياسة نابعة من الإعلاميين أنفسهم ومن اختيار الإعلاميين، هم يريدون أن يكونوا كذلك، أم أن هناك حاكما فوقهم هو الذي يدفع نحو هذه السياسة الإعلامية خدمة لمصالحه؟ فما هو يعني جوابك لإعلاميين يقولون نحن لسنا راضين مثلا على ما نقوم به، ولكن نحن بعض يقول لك نطيع ولي الأمر، والبعض الآخر يقول لك والله خوف على رزقي، وما شابه ذلك من هذه الحجج وهذه التبريرات؟ يعني هناك توظيف إعلامي، توظيف لوسائل الإعلام من الحاكم لضمان استمراره في ما خطورة فعلا هذا المنحة من الحاكم؟ نعم، قد لا يهمني كثيرا هل هذا الإعلامي تضغط عليه السلطة أو لوبي خاص أو شيء من هذا، بقدر ما يهمني مخرجات هذا الإعلامي، يعني هذا الخبر الذي يهدف به إلى توعية الناس وتنويرهم. وإذا أردت أن أتحدث عن هذا فأقول لك، يعني أنا قرأت كتاب ألان دونو، هذا يقسم الشخص التافه في إطار الدولة إلى خمسة أقسام، يذكر، أنا كتبت بعضها هنا، هناك خمس شخصيات. الشخص التافه يسميه الشخص التافه الكثير، قال لك هو الذي يرفض النظام بالاستجابة، أو يرفض النظام بالانسحاب، عفوا، يرفض النظام بالانسحاب، لا بالتعبير عن رفضه، يعني يضرب الناحية يقول لك والله ما عادت شغل، لكن لا يصبح، لا يصير مناضلا من أجل
يعني سواء في موقعه أو خارج موقعه إن كان قد أخرج منه. هذا يسميه الكثير كأنه مكسور النفس خرج لأنه الأمور تغيرت، وهذو موجودين كثير. يعني كاين اللي يقول لك أنا ما نخدمش لأنه ما كاش مبادئ، هناك من يتحكم فينا، لا نستطيع أن نؤدي رسالتي الإعلامية، وهكذا دوري. وهناك شخص تافه بطبعه أو بطبيعته، الثاني هو شخص تافه بطبيعته وهو الذي يصدق نظام التفاهة. هذا هو الشخص التافه، هو الذي يصدق نظام التفاهة، يعني هذا يكذب مع الكذابين، هو عارف نفسه أنه أن هذا النظام كاذب لكنه هو يتبعه. يعني كما قصة أشعب مرة تبعوه الأولاد ذري صغار، هذا أشعب اللي يتبعوه الأولاد قال له يصفقوا كذا أشعب لأنه كان يحب يأكل ويحب الزردات وإلى غير ذلك. فقال لهم شاف ضوء على البعد، قال لهم ها هك هذا راه فيه وليمة روحوا لها. الأولاد راحوا يجروا الوليمة، ومن بعد صدقهم أشعب ومشاو وراهم وهي الوليمة وراهم يحزنون. فكذلك السياسيين تاعنا يكذبوا، أنا رأيت من السياسيين يعني أعرف وقائع وقعت يكذب يعني هو إنسان عادي، لأن الذي يكذب تظهر على ملامحه، لكن الذي تعود الكذب هذا يعني يصبح له يكذب بكل ثقة، يعني يكذب بكل ثقة وعنده طبع، يعني ما يتغيروش الملامح تاعه. يعني يقول لك الكذاب شوية يديروا له هذاك الجهاز تاع الاختبار باش يسمعوا الدقة تاع القلب تاعه، لكن لو كان يجوا للسياسيين ما يعرفوش باللي يكذبوا لأنهم مصدقين وحافظين هذيك الاسم. الكذاب هو ثاني حتى ينسى، لأن ذيل الكذب قصير كما يقولوش. الشخص الثالث هو الشخص المتعصب للنظام، وهو الذي يرى أن أي تهديد للنظام تهديد له، وهذا هو أبو صبع الأزرق كما يقولوش حتى في الجزائر إذا تسمح لي يعني بالعبارة هذه. الشخص الرابع سماه الشخص الشخص المتحير أو شيء من هذا، يعني قال وهو الذي يسخره نظام التفاهة لأداء الواجبات، يعني إنسان عاقل هو يعني ربما قد يعتذر وإلى غير ذلك، والله رانا هنا ورانا ناكل في خبيزة ومع هذا اللي تكلم عليه. يعني غرامشي حتى غرامشي تكلم عن المثقف العضوي ولا عضوي، يعني هذه إشكالية من قديم. يعني كيف يعني أنه الإنسان يدخل داخل سلطة اللي هي من الناس من يريد التغيير. ثم قال الشخص الآخر هو الشخص الطائش، وأنا أنصح شبابنا بيقرأوا كنظام التفاهة. يعني الآن المشكلة الناس راح تصنع في محتويات ومخلصات كالكسكروتات، هل الإنسان يمكن يستغني بالساندويتش هذا والكسكروت عن الأكل الصحيح؟ لابد وأن ترجع للكتب وتكون عندك قراءة أخرى أنت للأحداث، خاصة إذا كانت لديك خبرة. فالشخص الطائش قال لك هو الذي ينتقد هذا النظام وهو في الحقيقة يتعايش مع هذا النظام ويعمل به، وهذا كثير من الأحزاب السياسية عدة تعملها. يعني كما يقولوا بالمثل الجزائري يقول لك يعوم ويعس، ينتقد النظام انه هو مشارك معه في كلش، هو مشارك معنا وينتقد منه على باه يدير اصوات. هذا سماه الشخص الطائش. اذا هذه هي صنوف المثقفين او التافهين اذا صح، او المثقفين التافهين او المثقفين المنافقين اللي هما داخل السلطه وهم ياتمرون بامرها، او كل واحد ودرجته وكل واحد طيب. أختم معك بالحديث، كثيرا ما يكرر بأن الإسلام دين الحرية وأن الإنسان حر فيما يفعل وما يعتقد، هل يمكن السماح بمثلا نشر الشائعات ونشر الأكاذيب بمسمى أو تحت ستار حرية التعبير كما ينادي الكثير؟ نعم، هذه قضية تحتاج إلى وقت طويل لكن نحاول أن نختصرها. بالنسبة أنا ذكرت لك الآية ولو جاءهم أمر من الأمن أو الخوف لأذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وأولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. الإسلام يحرم الإشاعة الكاذبة، يحرم الإشاعة التي تستهدف الأشخاص حتى بذواتهم. وأنا بالمناسبة يعني حتى بعض المعارضين السياسيين
قد يستعملون هذه الإشاعة من أجل التنقيص من أقدار الناس أو هؤلاء السياسيين الظالمين. يعني مرات قد نتجاوز حدود الإسلام في الطعن في الأشخاص وفي حريتهم الشخصية، يعني مما يخفونه، لا أتكلم مما يبدونه للناس. يعني هذا محرم، سواء يعني لأن عندنا في الإسلام يعني المصلحة أو نعم يعني الهدف لا تبرره الوسيلة لا تبرره. نعم الهدف نعم الوسيلة الغاية لا تبرر الوسيلة، الغاية لا تبرر الوسيلة، هذا مثلا غربي، لكنه مثلا إسلامي. إلا في حالات في الشريعة الإسلامية الغاية لا تبرر الوسيلة إلا في ثلاث حالات: في الجهاد، لأنه الجهاد طيب. مبني على الخداع، الحرب خدعة، وكذب الرجل على زوجته. يعني الرجل مواش المغرك تقول له شري لي ودير لي، يقول لها هيا سكت علينا وما عندوش، يقول لها إن شاء الله وكذا وراح يدخلوا عندي الدرهم، يجوز له الكذب. وكذلك الإصلاح بين الناس، يعني إذا كان الإنسان يصلح بين الناس فهنا الغاية تبرر الوسيلة. الأصل أن الغاية لا تبرر الوسيلة، لا يجوز الطعن في الأشخاص ولا في دينهم ولا البحث عنهم ولا محاكمتهم إلا إذا أتوا بشيء يخل بالمصلحة العامة. إذا كان قد أضروا بالمصلحة العامة، أخذوا أموال الناس أو أخطأوا في المسؤولية أو وضعوا شيئا في غير نصابه، في هذه الحال ينبغي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ولذلك قالوا التغيير بالقلب هو لأصحاب السياسة، أصحاب السياسة سواء كانوا في المعارضة أو داخل السلطة، لأن السلطة اليوم ربما بكري ما كانتش السلطة تعترف بالمعارضة، لكن اليوم المعارضة معترف بها دستوريا. فإذا كيف أنا أتكلم وأنصح وأرفع صوتي على مثل هذه الترهات والأخطاء والفساد الواقع ثم مثلا أسجن أو يكمم؟ فلا، ينبغي أن يعني ينبغي أن أن أشكر على هذا الفعل. فإذا قضية الإشاعة وقضية المضبوطة بضوابط الشرع. ولذلك السباعي رحمه الله عنده مقولة يقول إذا حمل القلم جاهل، وحمل السلاح مجرم، وتقلد المنصب خائن، وصعد المنبر فاجر، فعلى الدنيا السلام. وهذا هو الواقع اليوم. يعني عندما يستلم المجرم البندقي الذي لا يخاف الله ولا يتوخى في أعراض الناس ودمائهم، فإنه سيسفك الدماء. وإذا صعد المنبر إمام فاجر أو عالم فاجر، فإنه سيفتي بغير ما أنزل الله سبحانه عز وجل، ويضل الناس ويدخلهم جهنم والعياذ بالله. وإذا تقلد المنصب خائن كذلك، وهذا الذي نراه، إذا تقلد المنصب خائن فكذلك تقع الرزية كل الرزية والمشاكل كل المشاكل. نعم. إذن الإعلام أنا أعتقد بأنه خطير أيما خطر، لأنه يستعمل شيئا، يستعمل اللغة ويستعمل الصورة، واللغة خطيرة. إحنا نشوف واحد ربما يحاسبك على كلمة عندما تقولها له، عندما لا تتقن استعمالها. يعني اللغة الكلمة هي فيها حمولة ثقافية وتاريخية. الإنسان قد يسمع كلمة تروح اللاوعي نتاعه، ربما يقتل، ربما يضرب، ربما يتعدى. فكذلك الإعلام ينبغي أن يضبط كلامه بموازين الشرع، بقواعد المنطق، بالذي يقبله الناس، وأن يكون عاكسا لصورة المجتمع، أن يكون عاكسا للخير والعدل، وليس عميلا لهذه مشكلة. زاوية الباحث في الفكر الإسلامي، كنت معي من الجزائر، بارك الله فيك وشكرا جزيلا على ما قدمته. مشاهد الكرام، نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود لنواصل هذا الحديث حول الإعلام ودوره في صناعة الرأي من منظور كذلك إسلامي وبناء على الثوابت والضوابط الشرعية. بعد الفاصل نعود، تفضلوا بالبقاء معنا.